الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتنا أفكار مشاريع كندية للتنفيذ في مصر. وإن شاء الله النهاردة هيكون عندنا فكرة أكلة. فكرة أكلة، الفكرة ده هي فكرة عمل أكلة الرز الصومالي من البيت. وطبعا ده اللي بيعملوا أكلات من البيت، أنا قلت هنحاول إن أنا أفتح يعني أفكارهم بأفكار جديدة، أو اللي هيعمل مطعم برضو الفكرة ده هي هتبقى جميلة جدا، لأن التمييز يا جماعة في الأكلات هو ده اللي خليك متميز في المشروع. الفكرة ده هي فكرة أكلة الرز الصومالي. عموما الرز الصومالي أو الأكل الصومالي أكل جميل جدا جدا. إحنا هنا عايشين معانا الصوماليين، وقد إيه أكلهم جميل، هم والسودانيين بحب أكلهم جدا واليمنيين. فالأكل الصومالي جميل هيعجبكم جدا. الرز ده هو فكرته ما بين هتشوفوه كأنه حتة كده من الرز اللي هو الكشري المصري، وحتة كده من رز المكسرات، وملون يعني هو توليفة جديدة كده، بس كل مكونات احنا عارفينها مش حاجة جديدة علينا، ومكونات حلوة كتير هنحبها جدا. ايه اللي انا محتاجاه؟ انا محتاجة هنا رز بسمتي مغسول، رز بسمتي مغسول. هنا الرز البسمتي طبعا ما احنا عارفين بتبقى حبايته ايه طويلة ومميز كده. عايزة كزبرة خضراء، كزبرة خضراء. عايزة طماطم مقطعة، يعني طماطمية واحدة مقطعة. عايزة بصل مقطع يعني مكعبات صغننة. عايزة بصل شرايح، بصل شرايح. البصل الشرايح واحدة، والبصل المكعبات الصغننة نص واحدة، يعني نص بصلاية مكعبات صغيرة وبصلاية كاملة شرايح. عايزة مكعب دجاج، بهارات رز. بهارات الرز دي يا جماعة موجودة عندكم، انا شايفة بالعربي اهوت، انا جايباها من محل عربي موجودة اسمها بهارات رز. ممكن تستغني عنها وتستخدمي شوية بهارات عادية، مش شرط بهارات الرز اللي هو اللي احنا قلنا المكعبات، مكعب ماجي. عايزة ملح، عايزة شوية قرفة، عايزة الوان طعام الاخضر والاصفر والاحمر. عايزة بندق، او مش مهم البندق، لو عندك زبيب تمام، لو عندك بندق تمام، لو عندك لوز تمام، اي مكسرات انت حابة تحطيها. الزبيب كمان هو الاكلة الاصلية كمان فيها زبيب، يعني الزبيب ده اساسي. وعايزة زيت اكل، زيت اكل اي نوع زيت اكل طبعا انا عايزاه. اول حاجة انا هعملها هنا ان انا حاملة الحلة دهيت بالمية للاخر، لاني هسلق الرز نص سلقة بسيطة. احنا عارفين الرز البسمتي من وصفاته ان انا بقى ممكن اسلقه نص سلقه واكمل سواه بره، فده اللي انا هعمله هنا في الفيديو، ان انا هسلق الرز ده نص سلقه بسيطه الاول، وبعد كده اشوف هنعمل ايه. فانا هنوريكم ازاي هسلقه. هنا زي ما احنا شايفين انا مليت الحله بالميه عشان هسلقه، انا مش هسويه في الحله دهيت خالص، انا هسلقه نص سلقه كده بسيطه عشان يبدأ معايا يعني طريقته تبقى احلى كده بكتير لما يتشال منه كل النشا دهوت. فنص سلقة بسيطة، مش هنحط ملح، مش هنحط اي حاجة، انا هسلقه نص سلقة وارجع لكم اصفيه في مصفى وارجع لكم. انا سبت لسه الرز على النار بديله اللي هو 5 دقايق كده سليق. وهنا هبدأ مكوناتي، وهبدأ اعمل مكوناتي على ما الرز يستوي. هنا انا عندي اللي هي الانستنت بوت، اللي هي البريشر كوكر، اللي هي حلة الكهرباء، حلة الضغط الكهربائية، حلة الضغط الكهربائية. قد ايه بتطلع الاكل مظبوط جدا، سواء رز او اي نوع من انواع الاكل، قد ايه سريعة مش هتاخد وقت معايا، فانا بصراحة ما بستغناش عنها اللي هي حلة الضغط دهية. فانا هبدأ مكوناتي على بال ما الرز بتاعي يستوي، مش يستوي، ياخد له بس 5 دقايق في السوى. كل اللي هعمله ان انا هبدأ احط هنا الزيت بتاعي هنا، تمام. هنا انا عملت على زرار اسمه السوتيه عشان احمر فيه، زرار السوتيه هنا عشان احمر فيه. هنا بدأت هنا احط الزيت بتاعي، وهبدأ احط اللي هي البصل الحلقات، البصل الحلقات احمره زي تحمير الرز بتاع الكشري، تحمير سوري البصل بتاع الكشري، البصل اللي هو المحمر بتاع الكشري المصري، احمره خالص واطلعه بعدها وابدا اشوف باقي المكونات.
يبقى انا لسه هو اتحط البصل الحلقات وهبدا احمره وارجع له. لما رجعت سلقت الرز اللي هو زي ما بقول كده ربع سلقه يعني 5 دقايق بس كده، وحطيته هنا في المصفى ولسه انا بحمر البصل زي ما انا وريتكم قبل كده، لسه مطلعتش البصل. هطلع البصل ونبدا نشوف باقي خطواتنا مع الرز مع باقي المكونات ان شاء الله. هنا زي ما احنا شايفين اللي هو البصل بدا ايه يتحمر اهوت، احنا هسيبه خالص لغايه لما ياخد اللون البني جامد، وبعد كده ايه هنبدا نطلعه من الحله وابدا اشوف باقي المكونات. بس ريحة البصل بقى لما بتبقى في الزيت ويتحط على المكونات الطعم بيبقى حاجة تانية خالص. تمام كده هرجع لكم. هنا انا طلعت اللي هو البصل المحمر من الحلة، اديته بس اللون البني، ما حبيتش احرقه قوي، وكده خلاص انا سبته على جنب دلوقتي، وهبدأ امسك اللي هو البصل بتاعي اللي هو المكعبات العادية وابدأ احطها في الحلة، بس يعني ادبلها احمره خالص وهسيبه شويه وابدا احط باقي المكونات. هنا بقى هبدا احط الطماطم واقلب، وبعد الطماطم احط الايه الكزبره الخضراء. تمام كده هقطعها حتت صغننه كده او في الفود بروسيسور، وكله كده تمام معايا. اسيبهم يتبلوا خالص وببدا احط التوابل بتاعتي. بقى احط اللي هو باقي المكونات معايا، حطيت هنا مكعب دجاج ماجي هنا معايا واقلب خالص، اهم حاجه ان المكونات تدبل خالص. هبدا احط هنا اللي هو بهارات الرز نطره بسيطه كده، هبدا احط الملح هبدا احط القرفه بتاعتي نطره بسيطه تمام، وابدا بس اقلب المكونات عشان احط باقي المكونات لسه دلوقتي. ابدا اقلب المكونات جدا لغايه ما تدبل خالص جدا، زي اللي بتعملوا خلطه المحشي على النار، كانكم بتعملوا خلطه محشي على النار، المكونات تكون تدبل جدا وتتجانس جدا وتبقى زي الايه الصوص البسيط خالص. تمام تمام كده المكونات اتجانست خالص ودبلت الطماطم خالص، ابدا بقى احط الايه الرز بتاعي. احط الرز واوريكم الخطوات. حطيت الرز الابيض بتاعي تاني، هعمل ايه بقى، احط الرز البصل المحمر عندي كله هنا، البصل المحمر يرجع كله هنا ينزل عند الرز. تمام تمام البصل المحمر هنا، وبعد كده ابدا احط الالوان. احط الايه الالوان، انا هنا هنحط الالوان بطريقه يعني في الجوانب كده، احط اللون احمر، احط لون اورنج، اعمل ده واحط لون اخضر. بصراحه عجبني جدا حته الالوان، انا شفت الالوان الاخضر والاحمر والاورنج دول في الرز العراقي، الرز العراقي برضو جميل جدا. بس كده انا هسيبهم كده وهقفل حلة الضغط بتاعتي واسيبه يستوي، هقفل الحلة واسيبه هنا انا قفلت الحلة بتاعتي وعملت على زرار الرايس اللي هو الرز، وخلاص كده اسيبه، هو اول ما هيخلص هيعطيني اللي هو الانذار كده ان هو خلص، وخلاص كده انا هنستنى الرز بتاعي وهوريكم الشكل النهائي مع الالوان مع المكسرات الشكل النهائي ايه. الشكل النهائي للرز هنا بتاعي استوى خلاص، هبدا بقى اغرفه في الطبق بطريقه جميله كده هنا اهوت، هنغرفه ان
شوف الالوان هنا جميلة جدا، انا بحب الالوان جدا بتاعت الرز ده. الرز ده طعمه هيعجبكم قوي لانه هو تجانس ما بين كذا حاجة احنا بناكلها اوريدي، اللي هو الرز المصري، اللي هو سوري الكشري المصري، خلطة المحشي، الرز بالمكسرات. يعني هو تجانس ما بين حاجات جميلة واحنا اوريدي بن ايه بناكلها. اهو شوف الالوان هنا كده، الالوان بحبها قوي، تجانس الالوان، شكل المنظر، الطعم، حاجه جميله قوي هتعجبكم جدا. اهوت اللي عايز يضيف بصل محمر على الوش تاني يضيفه، اللي عايز يضيف اسمه ايه اللي هو طبعا المكسرات هنبدأ نضيفها دلوقتي. اهوت شايفين هنا، ادي هنا الالوان متناسقه وجميله ويعني شكل جميل جدا للرز. هنا هبدا احط بقى اللي هو الايه المكسرات هنا على التوب. هبدا احط المكسرات وما اقولكوش الريحه والطعم ايه، الريحه والطعم جميل جدا. هنا هبدا احط المكسرات على التوب. هنا حطيت هنا البندق، ممكن تحطي اللوز المقشر بيبقى احلى واجمل، بس انا اللوز عندي خلص. اللوز المقشر جميل جميل جدا، بيدي شكل احلى بكتير. يا بندق يا لوز يا زبيب، جميل جدا. بندق مع زبيب تمام، يعني حطي المكسرات اللي انت عايزاها جدا على التوب، هيبقى شكل الرز وطعمه حاجة تانية خالص. بس اتمنى اكون ان شاء الله افدتكم فكرة جديدة عن رز الصومالي اللي هنا بيعملوه هنا في المطاعم وبيعملوه في الاوبن بوفيه هنا، جميل جدا. ان شاء الله استنونا دايما، دي فكرة اكلة، واستنونا دايما في افكار جديدة معانا، افكار متنوعة مش بس اكلات، ان شاء الله افكار مشاريع كندية للتنفيذ في مصر. وكان معاكم ايمان غزال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.